حقيقي في آداب لدخول المشرحة. بنسمع دايما ان احنا لازم نخبط وان الجثة هي اللي بترشدنا في الافلام والمسلسلات زي ما انت حضرتك بترشدنا ان احنا نمشي ان هي بتقول لك الحقيقة وبترشدنا كده، والكلام ده حقيقي وفي آداب فعلا لدخول المشرحة ولا الموضوع مش في الطريق ده اصلا؟ لا، هي ديفنتلي في اداب لكل حاجه، في اداب للتعامل بين البشر، في اداب لان انت اصلا تبقي حاسه برهبه الموت ويعني وما الى ذلك، لكن في النهايه انه في طبعا ناس بتحاول انها تاخد قصه بقى الاموات قصه مش حقيقيه. طب احنا عايزين نعرف ايه الاداب لو حضرتك بتقولي فعلا في اداب؟ لا، الاداب انك انت بتحترمي المكان اللي انت فيه. لكن مفيش حاجه مؤكده. لا، حاجه مؤكده ده درامي تقريبا يعني فكره. ايوه بالظبط، هو كده. انا برضو عايزه اتفق انه فكره انه الطب الشرعي بيساعد العداله في انها تصل الى مين القاتل. في بعض الاحوال ما بنقدرش نعمل ده لانه برضو احنا مش صحراء، ولكن ساعات بتبقى المسلسلات، ما بتكلمش عن المسلسلات المصريه، لما تيجي مثلا سي اس اي وسي اس اي ميامي، حتى زملائنا في امريكا يقول لك احنا حطونا في مازق لانه بقى العامه او المجتمع عارف انه الطبيب الشرعي ده ساحر يقدر يعرف كل حاجه بتفاصيلها. في توقعات. التوقعات بقت اعلى بكتير جدا. صحيح التطور في الطب الشرعي بقى كبير جدا، دخول طبعا الاي اي او ما يسمى بالذكاء الاصطناعي طبعا احدث طفره، الى جانب ان احنا بقى عندنا ما يسمى بالتشريح الافتراضي. يعني فكره التشريح عند الناس ما هيش مقبوله، مش عندنا بس في الثقافه المصريه او الثقافه العربيه او الثقافه اللي ليها علاقه بالمتدينه، يعني سواء كان هذا التدين للمسيحيين او المسلمين. فكره التشريح ما هيش يعني مقبوله بصوره مستحبة. كبيره صعبه صعبه مش مستحبه. يقول لك لا، والجثه هتتبهدل وده ما بيحصلش. يعني احنا بنجيب الحق بانك ثانيه واحده ده ما بيحصلش. لا بيحصلش ان احنا بنبهدل الجثه، لكن دفنتلي ان احنا المعتقدات الجثه دخلت المشرحه فده هيتبهدل هيتفرتك. دي حقيقه. يعني انا حاليا حاسه انه مثلا ان الشخص ده بيتقطع تماما عشان نقدر نوصل، فجسمه ما بيبقاش متكامل. دكتوره كانت لسه بتقول متكامل بتاخدي من الريق، بتاخدي مش عارفه ايه، حاجات خفيفه. بناخد عينات بسيطه دلوقتي جدا. عينات بسيطه جدا، واحنا بنفتحه وفق يعني معايير وحاجات معايير طبعا، وفق بروتوكول يعني متعارف عليه عالميا ومصريا. ولما بنفتح بعد كده بتتقفل الجثه وبتحط فيها كل الاعضاء، بس احنا بناخد اجزاء فعلا، اجزاء بسيطه جدا تشاف تحت الميكروسكوب. مش الحاجه الهستوريه اللي احنا عايشين فيها، مش التشريح اللي احنا متخيلين ان هو تشريح حقيقي. لا، مفيش الكلام.